وركلمان واحد ليري مردوبة لدوقي هدان ليك دعارون شعبك والله هداين كويدين درجين اسكو دوب مسا واحد تهينو لي يدير كده مدني ما يدين دان هيان ليدين كلا دادين دكتورنا دا عدا وقينو وادي مدير يا هيا دول دول الله هو ساجري دا قدها اوت ورقوين مديدين ورهدين ديدان واحد كهلان بين ليه انين وليبا ديك جري اسكو دوب نيبا دات كايغو دوليكا غبحدا دات كايغو شرف دا انتيو ديق يوانا كدردورتا وركلماني لليل واكود دالني هل كان دور كان جوغناه مالها واود دوران تهي يندب لون نقلن عذاوه نسيد دي يواد برقو دي دورات ديران ايدا شالي ديري عسان ايدا من تانا كدابرتو دنبا كورن شيكتي ورقبوسة واحد قطقت دير الروح قادبا دينبا ويالي ولدقا شداديو دولا فكا بدنبا ديبو صو حصوص تيها استالين صبيري عبدالعادين وليبا كتابتي دردر قيل باكو شباي دمع اينا واهو يهي دالكونا والا ما هران دالكونا والا ما هران اريا مدى يوعد نواعد قتكت ويدنا داري مني دادك كيدر قو دارن الاليو نبي دي بصعدنا ويساقا عبدالله اللفتة واحد قتكت وكالي دانا يستي ودا دايما دوبا موحلو دلغاتا ورانين كان نواعد قتكت ليس ديلاي دانك مالي ستريقام هو مالو هيلي كان استغانا يلكي ستريقام هو مالو هيلي لو وذاك لو وذا النغوي ستريقام هو مالو هيلي ورقو ينارو وحن مغلي تري دانك مالي تا داف ودقوني هاو شابين داد بايقو يراه دي ورقلماني ورمهي سينا فرسكرية تيرك اللقية وحان اللقوها لإني أسكرك للدلين هادل نكي واحد دليل للدليل إلهي أمره اللي اسكو إيدي ما أسكر كلابا جاج ليك دي شينا مرد أول لسوق عين تيرك لكينو صدبتو أها محكمة وحيكو حكم تيتوغاشو كويس باروي كدتا كود دليلنا قار كودواتي ديلك لقو حكومة يقون واسوا سعودان مارك أبوان قورنا واكي هراو يري ديوان كهالي قرأ دنبيلا مربع لقوان ورقوادي قال تيرك وصوا سعودان إن مدح وينو عفيك رسو موقت هريا عديق النفطات وادي خد بقى إلهي موادن وقال مدح وينو إنو يرتير كهلا يعد قف دشة وعلى كل حال وعلى يري عفس يا كارس بالروحي هاد كلام مضل ورقوي ورما هيسانه جبل لين الله رأي أرمد أيو كفرق البيضة بالله هيستاي جبل لين حكا كجرا بذا وريا ولا إذا لما سنة جيران جيري اللي تقول جيري ليران أرمد أيو ولي اللي حدي قبل ميكا كده كنتا أريا ده أرمد أيو ورما هاي كفرق البيضة والقوه الشيء والعبد الله وهليس ده أريا الله ما هلاين والقوه الشيء وركان هي قد حقلينا مدح وين هذا كقريب قال يا الله يري هالشيء كحريتان ككفرق البيضة هي قالوا ده الله تهيراتون أكلوا وا جاك مسرطة هل ينهليس يا حبر يروايسنا ورقوا ين وركا هي قد حقلينا إلا حرر ده روح اللي يدين نمان كي كلا فكت بي كتيران قار ويسا سو دي بين بلا يدي قار نايقو فكنا يا إسلاعي قبتين بلا يدي كوا بدن وفكذي يا كوا الرعدين يين حبت دا كده حفنين تي بلا يدي مركا وريا دمان تيس نمان كابرتماه سوماليا واكسو دمان رمان مردو قفت بنا آدم كان مركو دمر كو عافي ماضو ايو اللوها يا قعماه كو شقيستايو أردا مركا دي قبل الله دا حكسو دمان قبل الله كونفورة دقيقت بلا كساري وركلم مالي وحال ليري هل جنبال لك لي ويا بدل الله مون قبي حرم اي هوستان شعبي كان هجوم لاي هذي ذي لا غير لي هذا يقول هيك سر يعني حرادق على وه انت عيد قبل هيستو هكا دي قال لك لين هو شو واه الا لولين هل جنبال لك تراي امين كبه دوتوس يا ديغ جري اريا مد اي وانا كنا وحان ديغ جري سيدي هبر ما جي هرقبا كدعو هندسا قبت ها ها ور عبد الله وانا كنا وحات كتكتي والله هيلو وبلي هيا سيدي اوي هنكولان عليكي حكمايا وروح هذين كو دمي كتكتين هل عدبان لومايو كهبا بي رغتو لا اي هي بيني ها ها وركلمان ور ما هيسين وزير كارما غوداه سومالي لان محمد كان وحو يري اعترافك واه ليا دورشدي دبا لو دغي ميو يري ورغوين ما سومالي كو سو بيرين وردت فلان باتي وحنا ليدين ما
sheegi kare waxa uu yiri heersool waxaan u ogolnahay inay calanka Soomaaliya ay qaateen iska wataan garaadada iyo dadka la socdo calanka watan waan soo dhaweeyneyna warku waa xirka fiiriyo bixin jiray maxamed kaahine xaynta calanka Soomaaliya waa ogolnahay war geelna waa galgashaa ragna way iska diyaa hal la yaabin war kala maana idinka war haynine madaxweynaha Jabuuti wuxuu soo jeediyay inuu dhexdhexaadiyo Soomaaliland yar reer lascaanood hasee shee garaadadu waxay dhahayn maanta wax wada hadalaan ugalayna haba yaraatee ma jirto inta muuse madaxa nagaga taagan yahayna dawladda federaalka inayna wada hadashiso yeeli mayno jabuutina ka yeeli mayno igadna ka yeeli mayno hatta caalamka ka yeeli maynay dhahayn war wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin wuxuu kala u yiri urur aan la aqoonaa soo galay lascaanood qaar ka mid ah waa ka shakisanahay war wasiirka gaadiidka Soomaaliland oo gobolka Sool ka soo jeeda wuxuu yiri shirka lascaanood maaha mid loo dhan yahay macquul lama aha inaan yaro baadiye ka yimi oo qorisita oo aan lascaanood deganayn gurina ku lahayn inuu amnigeeda khalkhal geliyo war urur goboleedka igad waxay dhaheen sanadka 2023 waa gabagabada shabaab oo awal baaday dhaydkooda ogaayeen iska si dulqaad dhaxayno dhihi waaye war kuwaas u dhaydna ma ogeyne markii dawladda Soomaaliya ku dhaqaaqday ku dhiriireen aryaadaha warya dhamaanta isbur iyo biya loo kala baxay samayay abdullana waxa uu yiri dur joog iyo dab joog miyey dadkii u kala daleen dur joog iyo dab joog miyey dadkii u kala daleen kulaha war abdulla durki xitaa inta isku aamini wayeen bay godod qoteen war abdirahmaan abdishakur waxa uu yiri dawladda saddex sano hortimay uu yiri war durbama waqti tirin buu bilaabay waxa uu yiri 2005 baarlamaanka Soomaaliya oo Nairobi jooga ayaa isku dilay wadamada safka hore hal la keeno iyo la keenin maayo kuraasna isku garaacay maanta 2023 wadamadii safka hore ayaa muqdisho ku shiraya ayadoo lagu qanacsan yahay inay dagaalka wax ka galaan arriyadaha wax walba Soomaalidu nabcad aan badiidi jirtay shabaab ku dirqiyo ogoleysiyay sababtoo ah 2005 barigii kuraasta la isku garaacay wadamada safka hore ee la diidanay Itoobiya ay ahayd ciidanka Itoobiya nama soo galowna ahay ujeedku laakiin mugi furuq la arkaa waraabo kalaaf naqdaha la yiriye mugi wax ka daran la arkay Itoobiya ay kaalay ee dagaalka nala galay mareysa wal abdullo wa salaamullaahi ala al-hujaj halka taagan u yee xisaabtaas ninkii noo dhigo waxa sidaa tahay xayso kugu taal adina waaxid dhasiibka ay war ciidamada Itoobiya markay Soomaaliya soo galeen ee lala diriray aakhirka iyagoo lugaynayo cagajiiday muqdisho ka bixin 2009kii hase yeeshee meeshii nabad laga sugaayay oo dadkii barakacayna dib u soo laabteen la sugaayay oo dawlad iyo nidaam la rajaynayay waxay noqotay Itoobiyaan intii la dagaashay inay shabaab dilaan waxaana dhacday Itoobiyaankii 4 sano intay ku dileen in ka badan inay bil gudaheed ku dilaan warintaas oo dhan waxa ka dareen dambiyadii ciidankii Itoobiya galeen markii lagu xisaabtami lahaa oo la isku dacweyn lahaa ka daranaa dig soo tiri marka Soomaalida dhibaatooyinka haysatay 30kii sano la soo dhaafay waxay tahay dambi ku dhaq ala kulli hal weyn dhacwaa dhacay soona naqmaayaana waxa la yiri wax teega ila ma tiigsaade ma dada la toosiya wax teega ila ma tiigsaade ma dada la toosiya